مساء الخير يا جماعة، أو صباح الخير على حسب ما أنتوا بتشوفوا الفيديو. طبعا استكمالا لسلسلة ولاد التيت، ولاد الوسخة سابقا، علشان الناس اللي بتزعل من اللفظ، يعني أنا جبت لكم اختراع رهيب جدا. طبعا شايفين الكمامة اللي أنا لابسها، وكمامة روشة وشيك ولونها أحمر وفيها تاتوهات وبتاع ولعب يعني. طبعا جشع التجار رهيب جدا، بس أنا حبيت أقول لكم إن الكمامة دي موجودة في كل البيوت، لأنها لباس قطني عادي جدا 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 جدا. يعني انتوا ممكن تستخدموا كمامة، يعني ممكن تحطوا البادج ده على راسكم، ممكن بتاع، ولبسه سهل جدا والله، يعني مجرد جاست الباس، يعني لبس، يعني لباس على الراس ولا حاجة، يعني الكمامات وخلطة الناس يعني، وتعملوا كده وتلبس